ليست القرية ومسقط رأسه فقط يتفاعل، كل الأراضي الفلسطينية ابتداء من شمالها إلى جنوبها إلى وسطها إلى مدينة القدس، حتى أيضا هناك حالة من الإضراب والحداد العام يسود كل المناطق الفلسطينية احتجاجا ورفضا واستنكارا وحزنا فعليا على رحيل الشيخ صالح العروري أحد أبرز القيادات في حركة حماس. نحن قبل قليل دخلنا إلى والدته تحدثنا وإياها، قالت بأنه منذ حوالي 20 عام لم ترى ابنها على الإطلاق سوى أنها تتحدث معه عبر الهاتف المحمول فقط لا غير، وهذا طبعا بعد أيضا سلسلة من المنع، تمكنت طبعا منع الاحتلال الإسرائيلي لها من المغادرة الأراضي الفلسطينية حتى لأداء مناسك العمرة أو مناسك الحج فيما مضى، منعت على مدار أعوام طويلة حتى بعد هذه السنوات وهي حاجة كبيرة في الثمانينيات من عمرها سمح لها فعليا بالخروج وغادرت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وثم التقت ابنها للمرة الأولى هناك. لكن سألناها كيف تتحدثين معه عبر الهاتف، قالت بأنها في مرات نادرة تتحدث معه ولكن ضمن تقييدات كبيرة، فقط تسأل عن أحواله عن أبنائه عن زوجته ومن ثم ينتهي الاتصال احتياطات أمنية طبعا، يعني كما قال لها ابنها صالح العروري قبل رحيله. بكل الأحوال بلدة عرورة تشهد حزنا مختلف أيضا عن بقية المدن لأن هذه البلدة هي مسقط رأسه، وأيضا الفلسطينيون يأتون ويقفون أمام المنزل يتجمعون ويقدمون واجب العزاء لعائلة العروري على وجه التحديد. لكن بكل الأحوال أيضا من ضمن التضييقات التي واجهناها ونحن في الطريق إلى هنا، جيش الاحتلال فرض بوابة إلكترونية ووضع بوابة حديدية كبيرة ومكعبات إسمنتية على المدخل المؤدي إلى مناطق شمال مدينة رام الله، يعني منع الفلسطينيين حتى من الدخول من وإلى البلدات الفلسطينية كعرورة عجول عبوين وما إلى ذلك من قرى فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة رام الله. بكل الأحوال حالة الحزن تخيم على كامل الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أيضا سلسلة الاعتقالات التي شهدناها. متوقع فعليا إذا ما أقيم بيت عزاء لعائلة الشيخ صالح العروري هنا فإن سلطات الاحتلال قد تدخل إلى عمق هذه البلدة ومن ثم تقوم بفض بيت العزاء واقتحامه وتنفيذ سلسلة من عمليات التنكيل كما جرت العادة. نحن نتحدث عن منزل هدم مرتين للشيخ صالح العروري على مدار الأعوام الماضية، إحدى المرات التي دخلت فيها المخابرات الإسرائيلية قبل مدة زمنية قامت بهدم المنزل ومن ثم يعني تشتيت العائلة. العائلة تعيش، عائلته فعليا يعني شقيقاته وأمه على وجه التحديد تعيش في منزل متواضع للغاية في هذه القرية، رغم أيضا التضييقات الإسرائيلية والمنع الأمني الإسرائيلي لهم من دخول مدينة القدس. شقيقاته أشقاؤه جميع الأقارب من الدرجة الأولى تمنعهم إسرائيل من الدخول لمدينة القدس إلى المناطق الفلسطينية، أو ربما تنكل أيضا بهم عندما يمرون عبر الحواجز لأنهم فقط من أقرباء الشيخ صالح العروري من الدرجة الأولى. بكل الأحوال أيضا كان هناك تطورات ميدانية في مدينة القدس تحديدا في حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، سلطات الاحتلال قامت بتنفيذ حملة اعتقالات ضد عدد من الشبان، شرطة الاحتلال مدعومة بقوات من حرس الحدود أيضا قامت بهدم بالتعاون مع طواقم بلدية الاحتلال أيضا بهدم عمارة سكنية مكونة من شقتين ومحل تجاريين بحجة البناء بعدم الترخيص، هذا طبعا ما ساقته إسرائيل. ولكن أيضا نتحدث عن تجديد الإجراءات عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى وسطها إلى جنوبها، هناك حالة من التجديد، حالة من التضييق، حالة من فرض الحواجز الطيارة فعليا تنكل بالفلسطينيين. أفدنا فعليا بصورة عامة منذ يوم أمس حول يعني قيام الفلسطينيين عندما يتنقلون من منطقة إلى منطقة أخرى قريبة جدا إلى مركز مدينة رام الله، فإنهم يتعرضون لمضايقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يوم أمس أحد الفلسطينيين تواصل معي وقال لي بأنه يعني أن الجيش قام بالتنكيل به لمجرد أنه كان هناك شعار يحمل فقط علم فلسطين كان يزين مركبته على وجه التحديد، تم مصادرته وأيضا تنكيل به وأن هذه دولة إسرائيل ولا يوجد شيء اسمه
فلسطين على حد يعني قول هذا الشاب الفلسطيني وهو من مناطق مدينة رام الله. بكل الأحوال نحن نتحدث عن واقع صعب، نتحدث أيضا عن مسيرات ستنطلق بعد قليل وسط مدينة رام الله احتجاجا واستنكارا على الجريمة التي تعرض لها من عملية اغتيال الشيخ صالح العروري.